الإصابة وتحسب له كما تحسب له عدة الخرجات الرجولية والوطنية. أما عن القايد صالح فهو الحامي وعراب العصابة منذ قدوم بوتفليقة، كما يعلم الجميع أن كان بوتفليقة لما جاء الجزائر كان وزير نائب وزير الدفاع عبد الملك جنايزية في وقته، وبعدها جاء بالجندي الجاهل اللي هو القايد صالح الذي حماه وساعده في تزوير الانتخابات حتى في أصوات الجيش الشعبي الوطني اللي هم إخواننا، ساعده في حوالي 500 ألف عسكري في الجزائر، كل أصواتهم صبها القايد صالح في خط بوتفليقة وأخي السعيد، وكانوا كما يقول إخواننا المصريين كانوا كالسمنة على العسل. وبعد أن شعر القايد صالح بالخطر وصراعه الخفي الذي كان خفي مؤخرا مع جناح سيد بوتفليقة اللي هو الفريق علي بن علي اللي هو قائد الحرس الجمهوري، فالآن خرج في العلن وأصبحت القنوات كما يسموها في الجزائر قنوات الخردة وقنوات المرتزقة وقنوات الذين يبحثون عن الفتات صاروا كلهم يتشفطون ب يعني أسيادهم، اللي الواحد يقول القايد صالح المحسوب على قناة شروق المحسوب على القايد صالح وأخرجها للعلن. ولد الحركي الآخر صاحب قناة النهار ولد الحركي بن سليمان يعني صرحماني الذي كان مع سيده السعيد وبعدها ينتقل مباشرة إلى سيد آخر يعني من عبدة الكادر إلى عبدة الرونجاس، ويبقى يعني نحن كل ما نخافه هو أن يكون قايد صالح في هذه المرحلة هو طنطاوي مصر وزير الدفاع الأسبق الذي كان أوهم إخواننا المصريين أنه سيحارب التوريث، ومن نقطة ومن جهة أخرى سلمها إلى الرونجاس ليبقى إخواننا تحت الرونجاس وتحت حكم العسكر في مصر، وهذا ما لا نريده في الجزائر. بدأنا هذه الاحتجاجات وهذه الاحتجاجات السلمية سنكملها سلمية حتى ترحل جميع العصابة، وعلى رأسها كانت صالح سيد الأمير، يذهب يعني مع هذه العصابة. هناك جهات تتحدث عن تشابه هي التي ضغطت. هذا كنا تكلمنا عليها حتى احنا في فيديوهات لايف على صفحة أمير بيزا، كنا تكلمنا على هذا القضية، لأن هناك ضباط صحد وهناك ضباط شرفاء نزهاء في الجيش الشعبي الوطني محبين للبلاد ومخلصين للوطن ومخلصين للشعب عكس هؤلاء الجنرالات المرتزقة. عندما نقول الجيش والشعب خوة، نعم نحن إخوة وأبناء الجزائر العميقة، كلنا أبناء الجزائر العميقة وكلنا محبين، أما البيانات التي يكتبها هؤلاء الجنرالات هؤلاء مرتزقة ويبحثون عن مصالحهم، مش اللي راهم يقدموا فيه إذا نحى واحد وحط واحد أو خدموا حاجة بلا مزيدهم. إذا كان طالع عمره 80 سنة ولم يحال على التقاعد ويترك المكان لكفاءات في الجيش الشعبي الوطني، هناك كفاءات يعني ضخمة وهناك يعني دكاترة وهناك يعني مهمشين، وقائد الجاهل باقي على رأس الجيش، لو سلمت المناصب لهؤلاء الكفاءات في الجيش لكان السعيد وإخواته وكل العصابة في خطر كان منذ زمان، ولكن بما أنهم هؤلاء الكفاءات مهمشين ومقموعين وتحت الضغط فظل السعيد بوتفليقة وإخواته يعيثون في الأرض فساد لأكثر أو حوالي 20 سنة. هل نريده نحن كشعب نريد أن يسلموا الشعب ويترك الضباط الشرفاء النزهاء الكفاءات الجيش أن تقوم بهذه العملية أن تحافظ عليها وتحافظ على المستضعفين فيها وخاصة الجنود والرفاق والنقباء والمساعدين في الجيش وحتى صغار الضباط؟ ابقى معي هذا أمير، هو ابقى معي أمير. يعني محمد مدين او المدعو الجنرال توفيق او تنوفيق هو الجنرالات تقوم بحمايه الاراده الشعبيه اختي اولا. لا ثانيا أنا أسألك، ما الذي يجعلك مطمئنا إلى أنهم يقومون بهذا؟ انا لست مطمئنا لانهم يقومون بهذا، فانا اعلم جيدا ان قيادات الجيش اللي هم جنرالات مرتزقه هم مرعوبين وخائفين أن يتم محاسبتهم من طرف الشعب وأن تصلهم أيادي الشعب، هذا هو الذي يخيف هؤلاء الجنرالات في الوقت الراهن. النقطة الثانية، بوتفليقة له 3 مناصب، منصب سياسي، منصبين سياسيين ومنصب عسكري، المنصب السياسي هو رئيس الجمهورية، أما المنصبين العسكريين فهو وزير للدفاع
في الحكومة الجزائرية، وهذا ما لم يتم الإعلان عنه في الحكومة السابقة، وتم التستر عنه وسكتوا تكلموا عن كل الوزارات. وعندما وصلوا عند وزارة الدفاع قالوا نائب وزير الدفاع هو القائد صالح، أما الوزير الفعلي لوزير وزارة الدفاع لم يتكلموا عنه وهو بوتفليقة. النقطة الثانية، بوتفليقة هو كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني قائد قايد صالح على 3 مرات، قائده وكان رئيس جمهورية، قائده وهو وزير للدفاع عليه، وقائده وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني المحنط. هل استقال من وزارة الدفاع أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح، هل استقال من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهل لا زال السعيد أخيه يحتفظ بختم وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة؟ هذا هو السؤال المطروح. نحن لا نريد أن تمر علينا التجربة السيساوية التي بدأها إخواننا في مصر ولم يكملوا ثورتهم السلمية التي بدأوها ولم ينهوها، وأخذوا الثقة من السيسي، وهذه النتيجة التي تأخذها من الجنرالات المرتزقة وتظل تحت حكم العسكر إلى يوم الدين. أعيد وأكرر أن عناصر الجيش هم إخواننا، وأن القايد صالح والبيانات التي تبث في قنوات التلفزيون يجب أن لا يقال أو يقولون بيان الجيش الوطني، وإنما يقولون بيان الجنرالات الناهبين السراقين، ومنهم حتى الدمويين اللي هو البشير قرطاج الذي كان يعذب المدنيين في الثمانينات وكان يقتل ويجزر، ومن ضمنهم قايد صالح الذي كان في التسعينيات مشارك معهم في الإجرام وشارك مع بوتفليقة في النهب، والأملاك التي يمتلكها أبناء قايد صالح سواء بومدين أو عادل أو مراد أو كل العائلة والمحيط، حتى شركاء أبنائهم من نواب فاسدين الأقربين إليهم مثل بهاء الدين طيبة وغيره، إمبراطوريات عندهم في الجزائر وخاصة في عنابة. هؤلاء يجب أن يحاسبوا مثلهم مثل بقية السراقين والمرتزقة. وتحياتي بكل أمير الحرارة أمير حولي. تتحدث وأتحدث ويتحدث كل الجزائريين عن مخاوف من تكرار السيناريو المصري بالجزائر، وكذلك مخاوف مما عشناه خلال العشرية السوداء الدموية بعد انقلاب العسكر على الإرادة الشعبية. كيف، أكرر سؤالي، كيف يمكن أن يمنحنا هذا الجيش الذي يقول أنه ينفذ الإرادة الشعبية الضمانات التي تجعلنا نثق فيه؟ الضمانات التي يمنحها لنا الجيش هو أن يرمي بكل هؤلاء العصابة والمرتزقة داخل السجون، هذه الضمانة الأولى بما في ذلك كلهم قائد صالح. وما أكثر، وكلهم بما فيه وما أكثرهم، حتى الضباط السامون، الكفاءات، النزهاء، الشرفاء، يعني سادين النوفمبريين غيرهم، أكثر كرها لهذا القايد صالح، لأنهم أشبعهم مرارة، وأموالهم تسرق وميزانيتهم تسرق وحتى أكلهم يسرق أمامهم. هؤلاء إخواننا وكنا ندافع عنهم ولا نزال ندافع عن إخواننا، لأن هؤلاء بعض المرتزقة الذين يتبعون القايد صالح ويهللون للقايد صالح ويقولوا الجيش خاوة خاوة، هم لا يعلمون أنهم يوجعون إخواننا في الجيش لأنهم كارهين لهذا القايد صالح. حتى اخواننا الجنود كارهين قايد صالح، ونتحدى قايد صالح يعطي الامان لاي جندي من جنود الجزائر يتكلم امام العالم ويحكي لهم عن المآسي التي يعانيها اخواننا في الجيش. طبعا هم خوتنا راهم عاد، وهم يواجهون الكاميرات هذه الجنرالات المرتزقه ويحطوا بيان الجيش الشعبي الوطني، بيان الجيش الشعبي الوطني، قولوا بيان المرتزقه الجنرالات، ولا تتكلموا باسم الجيش، لا تتكلموا باسم الشرفاء والنزهاء وخوتنا اللي هم مرميين في الصحاري وفي الجبال، اللي راهم عندهم 6 شهور وما يشوفوش والديهم، اللي عندهم الاكل تاعهم ما يلحقهمش، اللي عندهم حتى البرميسيو حتى باش يروحوا يشوفوا والديهم، حتى بعض الثكنات اللي خلصوا قاده نعم الوحدات باش أمير. يروحوا لديارهم. نعم أمير. خلوا الناس يتكلموا باسمكم، اسم الاجنحه تاعكم، ما تكلموش باسم الشرفاء. تفضل أمير أكمل، عذرا قاطعتك. هذه مهم ان شاء الله، يبقى شعارنا الجيش والشعب على راس هذه مجلس الامه. النقطه الثانيه، خدم العصابه السابقه في التسعينيات وكان سفيرا للجزائر
وسفيرا للعصابة آنذاك في السعودية حتى سنة 1993، عندما عربت السعودية الانقلاب وساندت الدمويين وساندت القتلة وساندت المجرمين ودعمتهم معنويا وماديا ودينيا، كانت تفتي لهم حتى بقتل الأبرياء. ها هو اليوم يكون رئيسا للجزائر في هذه المرحلة بعد استقالة الميت المحنط، ويبقى جزء من العصابة. كنا كيف نقول نقرأ ونعيد هذا أن أنور؟ هذه يعني العصابة من جهة العسكر يحاربون جناح بوتفليقة، ومن جهة أخرى يتم إلقاء القبض على شقيق الرئيس ومن قيل أنهم رموز الفساد، ومن جهة أخرى يحتفظ العسكر الذين ينفذون الخطة الإصلاحية بواحد من أهم رجال بوتفليقة. كيف نقرأ هذا؟ تناقض صريح، لا يعني كيف نحلله؟ نقرأ هذا أنهم يلعبون لعبة على الشعب، ويظنون أنهم لا زالوا في التسعينيات عندما كانوا يخدعون الشعب بقنوات الفتات وإعلام الـ تي في تاع القناة الداخلية اليتيمة، ويرون ويظهرون للشعب ما يريدونهم فقط. ها هم اليوم ينكشفون، وينكشفون حتى رجالهم ورجال أجنحتهم الذين يزعمون أنها متصارعة نهائيا، وهي في الحقيقة إلا من أجل إطالة عمر هذا النظام. وطبعا سيأتون رجل من رجالهم ليقحمونه في الرئاسية المقبلة، وستشرف هذه المنظومة الفاسدة على الانتخابات، وسيفوز مرشح السلطة، ويخلقون لنا أفلام هندية أخرى. الشعب يريد الإطاحة وإسقاط هذا المنظومة الفاسدة بها بأجنحتها كلها، يعني كلها. عندما قلنا لازم يرحلوا قاع، يعني قاع، وعارفين علاش قاع، لأن إذا بقي ورم واحد من السرطان سينتشر ويعيد بناء النظام من جديد. صلوا 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 على رسول الله.